والمزيد عن حالة الطقس ينضم إلينا الآن من الجيزة الزميل أيمن عماد مراسل أكشن نيوز. أهلا بك أيمن، إذا حدثنا أكثر عن حالة الطقس لديك والحالة المرورية أيضا في التعامل مع هذا الطقس. نعم فيروز، كما أشارت دكتورة إيمان شاكر بأن حالة الطقس في هذا التوقيت بتشهد تحسن كبير، هدوء يعني ملحوظ في العواصف الترابية التي كانت تشهدها معظم المحافظات ليس الجيزة فقط منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وعلى مدار نهار اليوم التي كانت محملة يعني بالرمال الصفراء، ويعني بالإضافة حضرتك يعني تحدثتي عن يعني الجيزة بشكل خاص هنا في الجيزة، ربما أيضا بالتزامن مع هذه التحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد يعني مسبقا، يعني محافظة الجيزة اتخذت التدابير العديدة ويعني أشادت المواطنين والساكنين والقاطنين بالجيزة بعدم فتح النوافذ زي ما أشرتي، والتأكد أيضا من تثبيت كل يعني تثبيت يعني الأشياء في البلكونات وفي النوافذ والتأكد من تثبيتها لعدم سقوطها من أثناء الرياح. أما عن الحالة المرورية يعني جهد كبير ربما لاحظناه من خلال جولتنا في الشوارع المختلفة في الجيزة والقاهرة أيضا بالجهد الكبير اللي بيقوم به رجال الأمن وتمركزهم في مختلف الشوارع لتيسير الحركة المرورية على المواطنين، وأيضا هناك متابعة يعني مستمرة من خلال غرفة العمليات بمرور الجيزة من خلال الكاميرات المثبتة في الشوارع المختلفة للوقوف على الطوارئ والتعامل مع أي زحام، يعني ربما بنتابع ذلك بشكل مستمر من خلال يعني اكسترا نيوز صباحا من كل يوم. ولكن لو هنتحدث ايضا هناك يعني من خلال غرفه عمليات مشكله في محافظه الجيزه. نعم طيب ايمن، ونحن نتحدث هنا عن الحاله المروريه بالنظر لحاله الطقس اليوم، يعني بعض مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تحدثت عن ان بعض الطرق السريعه كالطريق الدائري اغلقته بعض الحواجز التي تحركت من مكانها بفعل الرياح القويه، يعني حدثنا اكثر عن الحاله المروريه في الطرق السريعه في هذا التوقيت، ويعني هل وقعت اي حوادث بسبب حاله الطقس السيئه؟ يعني ربما فيروز انت تتحدثي على الشوارع الرئيسيه السريعه، ولكن نحن الان في قلب الجيزه، ولكن الشوارع الرئيسيه يعني نظرا لاشتداد الرياح وهناك طبعا كان هناك لسقوط لبعض اللوائح الدعائيه وايضا هناك سقوط لبعض الاشجار، ولكن تعاملت محافظه الجيزه بشكل سريع مع هذا وتم ازاله يعني كل المعوقات من خلال الفرق المنتشره في الشوارع والتي تم يعني توزيعها بشكل مقنن منذ امس استعدادا يعني للتعامل مع التغيرات المناخيه. ولكن هنا في قلب الجيزه لم نشهد اي يعني معوقات او اي يعني وقوع لاي لوائح دعائيه او اي اشجار، ولكن ما يغنيش ان في ايضا هناك فرق متواجده في مختلف الشوارع يعني على اهم الاستعداد للوقوف على اي طارئ. يعني لم نتغافل الجهد الكبير اللي بتقوم به يعني شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب في سواء في الجيزه او نعم. القاهره. الزميل ايمن عماد مراسل اكشن نيوز، بشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، كنت معي مباشره من الجيزه.